احكي لك بقى النهارده موقف هيعجبك قوي. ماشي يا معلم، حقيقي ولا مزيف؟ لا يعني حقيقي حقيقي. حصل معاك فعلا؟ ماشي. ده كان في الست اللي انا قلت لك عليها قبل كده ديت، انت شغال معاها، فكانت عايزه تروح لاختها عفيفه، دي كانت تعبانه قوي، وقعت رجليها تقريبا اتكسرت، فاتصلوا بيها قالوا لها عفيفه راحت في المستشفى، فراحت جت قالت لي الحقني يا احمد الحقني عفيفه رجليها اتكسرت. فقلت لها خير يا فندم بس الف سلامه وبتاع. قالت لي لازم نروح نشوفها. هنعمل ايه بقى؟ لازم نبص عليها. قلت لها طب هي فين؟ قالت لي مستشفى الزفت دي في المهندسين مش عارف اسمها ايه كده. فقلت لها اسمها ايه؟ قالت لي السلام. قلت لها في واحده اسمها السلام. قالت لي نروح بقى الصبح بقى وخلاص. المهم رحنا الساعه 9 الصبح، وقفنا قدام باب المستشفى، فتحت الباب وراحت دخلت على بتاع الامن. لو سمحت مدام الحسيني غرفه كام؟ قال لها البقاء لله يا فندم. بصيت لي كده قالت له بقول لك مدام الحسيني غرفه كام؟ قال لها ايوه يا فندم البقاء لله. قالت لي مجنون ده ولا ايه؟ رحت نزلت بقول له لا ده هي بتسالك بس، هي الست دي جت امبارح رجليها كانت اتكسرت. قال لي ايوه يا فندم بقاء لله. قالت له ماتت دي رجليها اتكسرت بس. وبعدين بقى ايه؟ حفيفه ماتت 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 وعلقت كده. مش عارف اوقفها. يا حبيبتي يا حبيبه يا حبيبتي يا حبيبه يا حبيبتي يا حبيبتي. والناس رايحه جايه عماله تبص لها كده تقول لهم ماتت 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 ماتت. المهم ما بتدمعش ولا اي حاجه. المهم ايه؟ طلعت التليفون قالت لي خد كلم بنتي قول لها يا خالتك ماتت 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 ماتت. ودتني التليفون لسه بطلع رقم بنتها قالت لي هات هتقعد ساعه انا مش ناقصه. خدت التليفون قالت لي خد مش شايفه. طلع التليفون. المهم كلمت بقى بنتها ايوه يا حبيبتي بونجور شفتي اللي حصل؟ خالتك عفيفة ماتت 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 ماتت. وبعدين بقى ايه؟ في وسط الكلام تقول لي تصدق ان انا كبله بنت كلب اني ما نزلتي دمعه واحده على اختي. هي مشكلتها ان هي دموعها نشفت خلاص. عندها عندها 90 سنه ساعتها. 90 سنه. الطبقة الاستقراطية. ايوه معمرين دول. طبقة معمرين 90 سنة. بس الموقف ده يعني مش قادر تنساه. مش قادر انساه بصراحة. ماشي يا باشا هنرجع لكم تاني مع احمد.